بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما شيوخنا وعلمين تا أردنا نعطي تفتيل في ذات الكرب نعطي سودوالا وعلى نعطي تفتيل ما أنتي وحا شرف النوع إن لو غبتوا معتك دورو وديبيسا قرآن كريم كا يو سيد الله مهم لها كارهان فربركا يو أكو سابسا رسمي قرآن كسن وقرية هاي وما تي هو نبو شرفي إنو نجي اليوم في عبد الرحمن حسين هارا في عبد الرحمن حضرة دورنا عن متخصص واه يا رب لك تشيدي عشر رسالة خلاتك الكجران نتظلنا وكبي معلومات مصاب سان فربركة هي قرآن هي تربية عروبة هي سيدي تفسية الشيخ وعيون نقول الله هي الكوبرة نلا لقفوا قادة وحكستا أنواع ديجي دي القرآن كي إن أفافو مجتمع الصومالي هذا لو قرطو سيدي هورا لو بيقاني وحكستا وعقبضا وقاري مانا يرى مانا في صوت النبي دونا إن شاء الله عبد الرحمن فإذا الله سي أدي أدي المهن علينا مانا تشرفت ونوش أطفين بعد حينو يضو إمكانيات لأن يهود الإسكي متواضع تهي هدنا ونقرأ صوت النبي قلي وحالينا مرحبا بك يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا الله يجعلنا في ميزان حسناتك مارتي هذه أذن مارتي المقصودين هو النهي سيدة عدنه شرفتي يوردا هذا هو حمدي بي الشيخ رسول سيا وقت وفا إلي سنة سنة الكلمة وي أهل يوردا شيخ خان إن شاء الله تعالى شعد الحمد لله شيخ دورا وقتك إيانت الله افتعي إيوه إتاي سعود وتميد الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلهي وما هو نسكر سبحانه وتعالى ثم إن تكذب حال ما أذعلين إن أما الله يشكر الناس لا يشكر الله وحن ذلك كل شكرنين إلهي وكما شكرنين فضيلة شيخ عبد الرحمن وعنكوا شيخ حضرة جزاه الله خير الجزاء لدورة القيمة بضن وحقيقة دورة المعلمين تضمان تنان أباها النهي مال وقت يرحض اليرب لأمي يرئي يرح مركو عن هالكلمة ديه لها مهد علين تأكد شيخ عنو مهد عليني معد كي نمبر كيسن معد ترتيل الإغراء والدراسات القرآنية وكشر في دورة إيا معد كو مرتق لي دورة داس ولا لي أرساد أكتهين فلي حنتي من موين عن صومالي مهما وحاجر تلا فلي حنتي من مو بركة وحاجر تدوكسية التجويك أرساد أكتهين دوكسية التجويك وقام به المعين دوكسية التجويك وحوين بين قبتان وراجع برشاد يساسي سحب وقته هي التربية دي لكن دوكسية التجويك قار كامل قار كامل وحاجرة دليل أدوكتين وبيشادة قار كامل أير آمين سيهين إن حاجة فربرك وحوجة ضعف كجرو مركز ضد بدن بأمين سن حتى دوسي تجويد كقار كم إذا إن لغو فربرينين أما هدي لغو فربرته وقت دار أي قاضنيس أرنتا مركز ما أنت محاضرة وحيو عقيدة انتهي سيف فوض صار أرض لغو فربري له وشقد إني ووح مستقبل كأنه وح وين كترايا أردادي أنا هنا وحوين كترة هي مركز والدورة آدي آد مهم نوع ما دام عارفين تا مجتمع قار كم إذا يرقى من سيهين إن دوكسية التجويدكو شيخ بها الدكور روحي وحا لم يلاحظ دوكسية التجويد كلا با عارفين با لغو ملاحظة قار كم إذا مدوا حقا فربركة إن عن سيدي اللي ربي لغو فربرن أما هدي لغو فربرتو مدد دير قادنش إلا قارة يمينين دوكسي عادة عن ما هو كسو فربري كدبان كينا ياه دوكسي التجويد وحوغا وحين نقول 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 نقول
arinta kale waxaa weeye inaan madaarista qur-aanka tajwiidka in badan oo ka mida lagu darin mawaad mawaadkii diiniga musaaxibka u noqon lahaa ama tarbiyadii. Marka labadiiba insha allah waa ka soo koraynaa. maantana arinta loo fadhiyo waxaa weeye sheekhu isagaa si fiican u sharxi doona jazaahu llahu khayra, laakiin waa laba muxaadaru yidhi, muxaadarabadiiba laba saacay tahay, laakiin isagaa taa noo sharxi doona insha allah si fiican noogaha qabtiri doona. innaka waxaa loo baahan yahay dhegaysi iyo macalin kasta buuggiisa iyo qalinkiisa, wixii su-aalaha dhowta ka qabta xilliguu sheekhu fasaxa su-aasha, waana arin shaqadeenna wax ka taraysa. macalimiinta haliis gaarsiiya xataa kuwa dambe, kuwa soo xaadiri waaye duubidan ka faa'iidaysta, dowre aada iyo aada muhiim noogu awey, dowre aada iyo aada muhiim noogu awey. haddaan macalimiintii qur-aanka nahay sheekhana jazaahu llahu khayra aljazaa, allah barakeeyo.